بنجيب شوية بارسلي بقدونس مفروم، بنزيده على الوجه، شوية فلور دو سيل، خلينا نقصه وندوقه. واو That's an amazing white mushroom sandwich. بتكون انتو تعملوا كمان هيدا الساندويتش بعشر دقايق بس بالبيت. هذا الساندويتش كتير سريع حتى واحد يعمله وكتير طيب بنفس الوقت. بتكون ثلاث انواع من المشروم، رح استعمل البورتوبيلو، الشامبينيون الابيض دو باري والاويسترز. اول شيء بدنا نقص المشرومز عنا. بنقص دائما البورتوبيلو بشرايح كبار لانه هن رح يزموا اول ما رح نحطهم على النار. بحط البورتوبيلو بالمقلية تبعيتي. بنفس الوقت رح اجيب الاويسترز، الاويسترز ما بدي اقصهم كثير. في كثير ناس بيسالوني كيف بنغسل المشرومز، ما لازم المشرومز يتغسلوا ابدا، ماكسيموم على شقفة ورق او كلينكس بتحطوا مي شرب وبتمسحوها بهيدي الطريقة تتشيلوا الرمل والغبرة عنهم. الاويسترز كمان رح يتقصوا بهيدي الطريقة. واخر شيء الشامبينيون دو باري، شامبينيون دو باري بنقشرون، افضل تقشرون، وكمان بدنا نقصهم بهيدي الطريقة. ما رح احط ولا زيت ولا شيء، على نار متوسطة رح احط المشرومز مثل ما هن. رح زد لهم شوية ملح لأنه الملح رح يساعد المي لتظهر من قلب المشروم، ورح أعمل لهم سوتي لتقريبا خمس دقايق تيبلشوا يدبلوا. شوفوا كيف بلشت تتزم كمية المشروم. هون بدي زيد شوية زيت زيتون وبلش أعمل لهم سوتي مع زيت زيتون. رح زيد شوية بهار وملح. نضلنا عم نعملهم صوتي بهيدي الطريقة وعم نقلبهم. على هالمرحلة المشروم تبعي صاروا الدنتي، يعني ما تحمصوا كثير، ما نشفوا كثير، بعد فيهم شوية مي وبعدهم بيقرشوا. رح جيب البيكن يلي مقطع لكيوبز مثل هولي ورح ضيفهم عليهم. مثل ما شفتوا البيكن حطيته على جنب والمشروم حطيتهم لفوق. ليش؟ لأنه ما بدي البيكن ينخلط مع المشروم، بدي كل البيكن يدق بكعب الصينية حتى يتحمص بزيت الوقت يلي المشروم عم ينطبخه. رح جيب الشالوتس، الإشالوتس يلي فرمتهم، رح ضيفهم عليهم حتى يشقروا كمان مع البيكن. رح جيب حص ثوم ورح ابرشه فوقهم. بهذا الوقت رح جيب رومارين. منقص شقفة من الرومارين ومنزيدها فوق المشرومز تبعنا. منضلنا عم نقلب كل الخليط تبعنا لحتى كل الطعمات يندمجوا بنفس الوقت. بلشوا شوفوا الريحة، كل النكهات عم يبلشوا ينخلطوا مع بعض. رح زيد شوية زيت زيتون مش كتير حتى سرع عملية الاستواء. والمشرومز صاروا خالصين معنا. يلي ما بده يستعمل بيكن فيكم ما تستعملوا بيكن ابدا، فيكم تعملوا بس مشروم مع الروزماري والشالوتس والثوم مثل اللي انا عملتهم. وهلا رح اعمل لهم دي جليزنج بوايت واين. اكيد فيكم تستبدلوا الوايت واين هون بمرقة الدجاج، يعني فيكم ما تستعملوا بيكن، فيكم ما تستعملوا وايت واين وتستبدلوا الوايت واين بمرقة الدجاج. رح اعمل دي جليزنج هلا. وبدنا نعمل ديجليزنج كل الخواص، كل شيء معلق بكعب المقليه رح يطلع وينخلطوا كل الطعمات مع بعضهم. وبنعمل لهم نترك شوي النبيد على النار، ليش؟ لانه نحن بدنا الالكول يتبخر، ما بدنا الالكول يبقى بقلب الطبخه، بدنا اياه كله يتبخر، بس بدنا طعمه العنب اللي موجوده بالنبيد هي تكون موجوده عنا. شوفوا كيف نطفت الصينيه كلها عندي وكل الطعمات انخلطوا بقلب هالمشرومز. رح زيد كوكينج كريم عليهم وخليهم يعملوا ريدكشن مع الكوكينج كريم. وتقوي طعمة المشروم يلي عندي اياها، عندي هون مشروم باودر، رح حط ملعقة كبيرة من المشروم باودر بقلبهم. And this is Lebanese product by the way. Gourmet mushroom بيعملوا مشرومز بلبنان. An amazing product.
رح اتركهم يعملوا ريدكشن على نار خفيفه لتعقد هيدي الصوص كلها، وصاروا جاهزين تا ناكلون. رح اطفي تحتهم ورح زيد بارميزان باودر، رح اخلطهم شوي وصاروا جاهزين للساندويتش. هون جبت خبزه دهنتها بزبده وحمصتها شوي، رح زيد المشروم على الخبزة تعمل الساندويش تبعي. منجيب شوية فاصلي بقدونس مفروم، منزيده على الوجه، شوية فلور دو سيل، خلينا نقصه ونذوقه. واو، That's an amazing wild mushroom sandwich.